نور علي سألت سؤال في غاية الجمال، بتقول: جاوبني، صحيح حركة الجنين بتقل في الشهر السادس؟ وما هي الأكلات التي تزيد من نشاط الجنين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. تعالوا بقى نتكلم عن موضوع حلقة النهاردة واللي طرحته الأخت نور في سؤالها: إزاي نزود نشاط حركة الجنين أو نشاط الجنين؟ طيب تعالوا نترجم هذه الكلمة ترجمة حقيقية عشان نفهم احنا هنعمل ايه. نشاط الجنين يعني نمو جيد للجنين، وطالما الجنين بيتحرك وبنحس بحركته بشكل جيد فده شيء بيطمننا انه دايما بخير ودايما بينمو بشكل جيد. فاذا احنا محتاجين عشان نزود نشاط الجنين وحركة الجنين ان احنا نحاول ان احنا نزود من نمو او نحسن من النمو بتاعه. انا محتاج هنا عشان احسن النمو بتاعه حاجتين. اول حاجة ان الشيء اللي رايح له يبقى رايح له بشكل كامل متكامل، ما عندوش نقص في حاجة. ثانيا انه يروح له بكمية كافية، يبقى عندي حاجتين. اول حاجة ان المغذيات اللي هتروح له تروح له بشكل كامل، مفيش حاجة ناقصة. ثانيا انا محتاج ان انا اودي له الكميات دي بكمية كافية. لو انا ضمنت الحاجتين دول انا اضمن انه يتحرك بشكل جيد وينمو بشكل جيد. معاهم حاجات معينة، هي ايه؟ هي ان انا اضمن ان مفيش اي اصابة تصيب الجنين او اي عدوى تصل الى الجنين. يبقى انا من ناحية حسنته، قويته، غزيته، ومن ناحية تانية خليت اي حاجة وحشة ممكن تبعد عنه. في الحالة دي انا اقدر اقول ان انا كده زودت نشاط الجنين وحركة الجنين. طيب ازاي؟ هنترجم ده واحدة واحدة كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة مفروض نعملها ايه هي؟ اول حاجة هي ان احنا نطمن ان الحامل ما عندهاش فقر دم. حاجة من ضمن الحاجات اللي بتؤثر سلبا على نشاط الجنين وحركة الجنين ووزن الجنين وكل حاجة عند الجنين، ان الفقر الدم اللي عند الام ده، لان الجنين بيصل المغذيات عن طريق الدم بتاع الام. فماما دمها ناقص بعض المغذيات، يعني عندها فقر دم، اذا هنا هيتأثر بشكل غير مباشر بهذا الفقر، لانه بيتصل المغذيات ناقصة، حاجة في حاجات ناقصة مش كاملة عنده. طيب دي جزئية. اول حاجة السيدات اللي عندهم فقر دم عملوا تحليل مثلا سي بي سي او تحليل صورة دم كاملة واكتشفوا انه عندهم نقص في نسبة الهيموجلوبين، لازم يشتغلوا على معالجة هذا الامر بالتغذية السليمة. ثانيا وفقا لتعليمات الطبيب الخاص بحضراتكم، بعض المكملات الغذائية التي تحتوي على عنصر الحديد، ده مهم جدا عشان هذا العنصر من اكثر الحاجات اللي برضو ناقصها بيتسبب في مشكلة في نمو الجنين. الحاجات اللي ممكن تزود عندك نسبة الحديد جنبا الى جنب المكملات الغذائية هي التغذية السليمة، اللي ممكن تكون عبارة عن الاتي: تناولي اللحوم الحمراء، تناولي الخضروات الداكنة. هديكي كده يعني حاجة كده هدية ليكي: البنجر او الشمندر. بعض البلدان بيقولوا عليه الشمندر، بعض الناس بيطلقوا عليه البنجر، الثمرة العظيمة دي. بس لو ما كانش عندك سكر الحمل او لا تعاني من السكر او السكري، يعني ما تتناوليش بكثرة لانه بيعتبر مصدر من مصادر السكر. غير كده لو انت سكرك مظبوط، واحنا مش هنكثر منه غير ان احنا نحط ثمره واحده في طبق السلطه يوميا. الشمندر ده او البنجر ده ليه مفعول جامد جدا وقوي جدا في حاجتين: في تحسين اداء تدفق الدم، ثانيا في تحسين الدم نفسه، او ان التغذيه اللي بتصل الى الجنين تكون فيها عنصر الحديد اللي ممكن تفتقري اليه او تفتقر اليه كثير من الحوامل فتره حمله. بعض السيدات مثلا بيبقى عندهم مشكلة في ان هم كل ما بياخدوا رأس الحديد او المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الحديد ويتغذوا كويس، برضو يلاقوا ان نسبة الهيموجلوبين او لسه عندهم فقر دم. ده بيبقى ناتج عن ايه؟
مشكلة امتصاص الجسم للحديد. في مشكلة هايفة جدا وطبيعية جدا، هي ان احنا بناخد الحديد في اوقات ممكن بتتعارض مع امتصاص الجسم ليها، زي ان انت تاخدي الحديد مع مكملات الكالسيوم او مع الاغذية اللي بيبقى فيها عنصر الكالسيوم. فالجزء ده بيخلي، هو مش بيمنع امتصاص الجسم للحديد، ولكن بيبطئ سنة من امتصاص الجسم للحديد. يعني ما حدش ياخد قرص الحديد مثلا مع كوباية لبن، انما ممكن ناخدها مع فيتامين سي. فيتامين سي ممكن ناخد مثلا عصير ليمون، عصير برتقال، اي حاجه مع الحديد، ونحاول ان احنا نخلي قرص الحديد او المكمل الغذائي اللي بيحتوي على الحديد ساعه قبل وساعه بعد، او نص ساعه قبل ونص ساعه بعد، ما يبقاش فيهم ما بينهم اي تغذيه عشان المعده وعشان ما يحصلش اي تداخل مع الحديد. الامر الاخر، في بعض الناس مثلا برضو بعد ما بيعملوا كده بيبقى عندهم مشكلة ايضا في الحديد. هنا لازم استشارة الطبيب مهم جدا. ليه بقى؟ لان ممكن يكون هم في احتياج ليه، ان هم يعلقوا محاليل او ان هم ياخدوا حقن في العضل او في الوريد مكملات حديد، لان ده بيرفع اكتر واسرع شوية، خاصة مع انتهاء رحلة الحمل. محتاج ان انت تعملي ده عشان برضو نشاط الجنين وعشان ما يحصل لكش مضاعفات ونزيف ما بعد الولادة. الشق الثاني من الحلقة هنتكلم فيها ازاي بقى يوصل المغذيات دي او الدم ده بصورة جيدة، هو الحفاظ على مستويات ضغط الدم انها تكون معتدلة. ارتفاع ضغط الدم في فترة الحمل من شأنه انه يقلل تدفق الدم اللي وصل الجنين، ولما المغذيات بتصل بكمية، احنا اتكلمنا بقى في الشق الاولاني على فكرة ان الكيف اللي هو المغذيات نفسها كاملة ولا مش كاملة. طيب الشق الثاني هو هذه المغذيات، طب لو هي كاملة بس في مشكلة انها ما بتوصلش بكمية كافية، يعني هي كمغذيات فيها كل العناصر ما فيش انيميا، ولكن في ارتفاع ضغط دم مثلا مرتفع على طول، طيب ده من شأنه يحصل ايه؟ ان الكمية اللي بتوصل للجنين كمية قليلة، ده يتأثر على نموه، تأثر على حركته. طيب انا عندي هنا سلسله من بعض الحاجات اللي ممكن ترفع الضغط في فتره الحمل، حاول ان انت تقللي منها. ملح المائده، اللحوم البارده اللي هي زي السوسيس اللانش والحاجات دي، اصلا دي ممنوعه في فتره الحمل عشان ما يحصلكيش اي تلوث واي عدوى من اي بكتيريا بتنشط في اللحوم الغير مطهيه جيدا. الشربات الجاهزه، شوربه ومكعبات الشوربه او زي الباودر اللي موجود في مكرونه الاندومي او الاندومي، الحاجات دي كلها غنيه جدا بالصوديوم اللي بيرفع ضغط الدم وبيقلل تدفق الدم اللي بيصل الى الجنين. عندي كمان الصلصه المعلبه برضو فيها نسبه صوديوم. الاغذيه اللي محفوظه اللي فيها مواد حافظه، اي اغذيه فيها مواد حافظه برضو بترفع من ضغط الدم في فتره الحمل وممكن تقلل لي من تدفق الدم اللي بيصل الى الجنين. الاغذيه المشبعه بالدهون اللي فيها دهون مشبعه، برضو الدهون الكتيره قوي الغير صحية دي كلها ممكن تعمل لي مشاكل في انسياب الدم بشكل طبيعي للجنين. وكمان ايضا الكحوليات والتدخين، وعايز اقول لكم الكافيين اللي ممكن يكون في ناس كتيرة جدا مدمنة، زي الشاي والقهوة والنسكافيه والبيبسي والحاجات دي كلها بتقلل من تدفق الدم الذي يصل الى الجنين. وكمان ادوية الصداع اللي بتحتوي على الكافيين زي بنادول اكسترا مثلا. بنادول اكسترا لو انت عملت يعني اخدتيه مرة واحدة مش هيحصل حاجة، ولكن في بعض الناس مثلا عايشين بالصداع فكل يوم تاخد بنادول اكسترا، الكافيين اللي ده بيقلل من تدفق الدم لانه بيرفع الضغط شوية. طيب هنا اتكلمنا عن فكرة ان احنا نحاول ان احنا نظبط الضغط وان احنا نظبط التغذية بتاعتنا. لو انت ضمنتي الاثنين دول هتضمني ان اللي بيصل الى الجنين بيصل بشكل جيد، وبالتالي هو هيترجم ده بحركة ونشاط كتير. طيب اخر جزئية هو ان احنا هنتكلم عن ان احنا ما نعديش الجنين، ما نصيبش الجنين باي مشكلة صحية، فبالتالي يتأثر هو سلبا بضعف النمو وضعف الحركة. ومثلا بعد شر عدوى فيروسية او عدوى بكتيرية ممكن تصل الى الجنين او يتأثر بها بطريقة غير مباشرة، فبالتالي يتأثر موضوع النمو ويتأثر موضوع نشاطه وحركته. حاجة من ضمن الحاجات التي تكثر في فترة الحمل وتغيب عنها الحامل او يغيب عنها اهتمامها بهذا الامر هو التهابات المسالك البولية، وهي انها تفسر موضوع انها تذهب الى الحمام بكثرة ان ده اعراض من اعراض الحمل. نعم هو اعراض من اعراض الحمل، ولكن في كثير من الاحيان بتكون بسبب عدوى بكتيرية وصلت الى المسالك البولية، فبيتسبب هذا الامر في ذهابها الى الحمام كثيرا. هذه العدوى ممكن يتأثر بها الجنين لو وصلت العدوى لكيس الحمل واحدثت ثقب في كيس الحمل، فبدأ السائل اللي حوالين البيبي يعني يتسرب زي ما يعني ميه الجنين كده بتتسرب واحده واحده، فده طبعا نقص ميه الجنين نتيجه العدوى
ممكن تحدث قلة نشاط في حركة الجنين. طيب كذلك ايضا عدوى المهبل اللي هي التهابات المسالك، عفوا التهابات المهبل، ان تبدو عليك افرازات لونها خضراء، افرازات لونها صفراء، افرازات لونها بيضاء مجبنه او ريحتها وحشه، هذه الاشياء يجب ان تعالج حتى لا يتاثر الجنين باي منها فيتاثر سلبا في عمليه نموه. من ضمن الحاجات التي تؤثر في نمو الجنين هو التجويع، ان احنا نسيب نفسنا للجوع الشديد، وده بيحدث ساعات مثلا لما بعض السيدات بينوا الصيام، ففي حالة الصيام بتلاقي حركة الجنين ضعفت لان المغذيات اللي بتصل اليه بدأت انها تنقص، فبالتالي بيترجم ده على انه بيحافظ على اللي موجود عنده فما يتحركش عشان ما تنفذش الطاقة اللي عنده، فبالتالي تلاقيه ما بيتحركش. ده حصل ليه؟ لانه بيحافظ على اللي عنده، لان انه واضح من حضرتك انك مش بتديله تغذيه تانية، فبالتالي قال لك خلاص انا هحافظ على اللي عندي لانك ما بتدينيش تاني. فعمليه التجويع او الصيام لفترات طويله او ان انت مالكيش نفس، لا، ممكن ان احنا نعالج هذا الامر بان احنا ناخد بعض المغذيات، يعني بعض حاجات الاكلات البسيطه في اطباق صغيره جدا نكتر منها طول اليوم، بحيث ان انت، انا عارف ان حضرتك ما عندكيش نفس، ولكن نحاول ان احنا ناكل قدر المستطاع كميات صغيره ولكنها كثيره او متعدده طول اليوم، بحيث ما تنفذش الطاقه اللي تصل الى الجنين. وبكده ممكن تضمني ان الجنين بينمو بشكل جيد وحركته كويسه وما يحصلوش اي مشكله في ضعف الحركه او ضعف النمو. طيب النصيحه الاخيره قبل ما ننهي هذا الفيديو هو عمل فحص بالسونار، ضروري جدا كل شهر من شهور الحمل للتاكد من عدم وجود اي مشكله او اي حاجه تسببت في ضعف حركه الجنين او ضعف النمو. الأسباب متعددة مش هنفرد فيها حاجات كتيرة. الأخت نور اللي سألت على ضعف حركة الجنين في الشهر السادس، هي ممكن تكون حركة الجنين في الشهر السادس بتبقى لسه بتبتدي وهتقوى، ولكن لازم تطمني إن هذا الأمر ليس ناتج عن أي حاجة قد تكون صابت الجنين. ممكن يكون عنده مشكلة في تدفق الدم، تعملي دوبلر، تطمني على مية الجنين، الحاجات دي كلها لازم تطمني عليها عشان تقولي إن مفيش أي مشكلة، وإن شاء الله ما يبقاش في أي مشكلة. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.